والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. المطلق والمقيد يعني دواي أوي كبحسي عام ما انكردو باسي مخصص ما انكر بدواي عاما وباسي أو ما نكر كعام بشي تخصيص أخوة يعني ذكري مخصصات ما انكر أمر دين سر مطلق ومقيد جاء مطلق لقال عاما ظاهرا فرق كان أويا أولا عام ذي أفراد ذو أفراد رأي أفراد ولي مطلق ذو أجزايا لذو أفراد كيشا لمطلق دا همو أفراد مبسنية مثلا وكن نكيرة لسياق إثباته أخر نكيرة لسياق نفيا أو عامة بلام هر أو نكيرة لسياق إثباته أو مطلق مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خو معنى واني هر شي بقرة يسري برا يقدانا بلام ديارة أويك بقريك سر بقرواته موجودة كأو ماهيتي ماهيتي بقريتي أبي وأنا موجودة كوا سر ببرن ديارة أوا هر سر يقل قال تو بيجري لهر كوا كابي أو أن مثلا سري ببرن أمريكان هنا وتجي حاربين أوا ديارة مقيدي شر أوا بقيدة يعني أو ذو أجزايا فرزن سكاني أجر خوي جورا فرمي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دستكان ببرن يد مطلق مطلقة كي خو ديارة مطلقة معنى وانية خو معلومة لا أيدي دسي دزكة هر دزي مثلا دو دسيه قال أيديهما يعني دستكان ببرن وأمانة ديارة أجر مثلا نصي كي ترنبي أو بربس كائمة لشان يدايا تاشي يعني قشتي دسه بلام لولا هو مثلا حديثه جايك حديثه جباسي اواك كبيغمبر دول اللي خلص البيه دستوري ببرينوي دسي دز دا ولا موتشيا ليرا بيبرنو اوان اها ها شن قيدي بيواني همو يقريتو ولي مثلا للزوجة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق بيوايا قال الى المرافق يعني تاوي اقر وانا بواتو اشياء تاشان دصب شور دا شنك قشت يد قيدك بربسك او مقيدك يا جا الله يشيك على المطلق مقيد أي هذا مبحثهما يعني أمام مبحث مطلق مقيدة جاء تعريف مطلقة دو تعريف يعني بوكر دو يكي كان أميا المطلق الدال على الماهية بلا قيدين مطلق أوي الدال برماهية ببيهش قيده وللشويني ترى علين المطلق الدال على الوحدة الشائعة مطلق أويا كدلالة لسر وحدة شائعة بوي كمعمولا أو نكيرة أقريتها جاء ديارة أو معنى المطلق الدال على الماهية في ضمن الوحدة الشائعة يعني ماهيتها كلزمني وحدة شائعة بلام جاء عليه المطلق الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها ببيئة وكقيد وحدة يا غير وحدة بيئة وبي ولو زعم الآمدي وابن الحاجب دلالته أي دلالة المسمى بالمطلق من الأمثلة الآتية ونحوها على الوحدة الشائعة أما قماني آمدي ابن الحاجب بويك دلالة ببيئة أو مطلقة كعلين مطلق وتازا أقرب وقلالة بيت النكيرة نا مطلق علي نا منظور بدلالته أي دلالة المسمى بالمطلقي أويك ناو برداء كريبا مطلق ناو مطلقي لأن ري جائسة أويك مطلقي بيران لو مثال نبي ولا ودوا بي يا نحوي أو نبي يعني أوان قمانيا بردوا كمسمى بمطلق دلالتي لسر وحدة شايعية حالبي كلسر وحدة الشائعية عرفا يعني نا عرفاه تعريف مطلق يعني كردوا نقبا ويكا إما تعريف ما كردوا بلكو بما يأتي بويكا لو بدوا نقل عنهما لو دوانا و يعني لدوايا باسي أكامسا عرفاه ولا شرح كاية عرفاه يعني أوان مطلق يعني تعريف كردوا بشي
بما يأتي عنهما بوشتيك ديت لكيو عنهما لآموديو لابن الحاجب هو كديارة حيث عرفاه بما يأتي عنهما توهماه النكيرة يعني هر لبر أو حسب وتعليل لنزر قرأ لبر أو كأوان تعريف مطلق يعني بما يأتي كرد وما يأتي عنهما لبر أو قمان يعني بمطلق نكيرة بردو يعني مطلق يعني بلاو نكيرة يعني شيء أي وقع في وهمهما أي في ذهنهما أنه هي يعني وواقع بولا ذهن أوانا كأنه مطلق هي نكيرة بوشي لأنها دالة على الوحدة الشائعة شو النكيرة كدلالة لسر الوحدة الشائعة هي حيث لم تخرج يا يعني لم تخرج عن الأصل من الأفراد من الإفراد إلى التثنية أو الجمع شو زمان الدلالة لسر الوحدة الشائعة هي واختيك خارج نبو بلا أصل كأصل كبريتيا لا إفراد آخر أجر تو إفراد وتثنية وجمع بقري إفراد كأصلة لا أصل خارج نبي إلى تثنية والجمع ولا تثنية أو الجمع يا ولا جمع أجر بو مثلا خارج بو ولا تثنية أو ولا جمع يتر أو أخت الدلالة أن سر وحدة دنية ماشا بل كل دلالة أن سر دوا أما ديارة ليرشا هل منافاتي نية بنظري من شنك أجر تثنية جبو باشا مثلا كتب لي جاءني الرجلان رجلاني شامل دو رجل يقدر يقدر رجل دي نقهر شي دو رجل بس او يقدر رجل اخوي وحدة شايعة يقدر رجل يعني يا يقدر نسي بي او مثلا حالبي بنظري من يازي ابو تفسير نبو هاو متواجبين والمطلق عندهما كذلك ايضا يعني مطلق جلالاي اوان هر ابو جوريا اخر اوان يعوتي نكيرة يعني وتيا النكيرة لأنها نكيرة دالة على الوحدة الشائعة جاء أجر نكيرة دالة على الوحدة الشائعة به والمطلق عندهما مطلق للاي ابن الحاجب آمودي كذلك أيضا هرب وجوريا يعني وق نكيرة أوج دالة بالوحدة الشائعة بو أعمن بوتي عرفه بما يأتي ما يأتي كي إذ عرفه الأول كآمودية بالنكيرة في سياق الإثبات وتيدي مثلا ليان برسي وتيانا مطلق شيئا وتأتي هو النكيرة في سياق الإثبات يا هي النكيرة في سياق الإثبات نكيرة لسياق إثبات هذا مطلق والثاني يعني عرفه الثاني يعني ابن حاجب بما دل على شائع في جنسه يعني وتأتي نكيرة شيء وتأتي النكيرة ما دل على شائع في جنسه يعني على واحد شائع في جنسه جاء شاهد نبرة واحدة كينا وتهرت الشائعين شائعة ممكن واحد بلا مفردة ممكن مثنى به لمثنى ممكن جمع به يعني ما فوق دو بلا جمع حاضرين بويا هرك الشائع مقيدين كذا شائع لجنس كايا باشا أفراد جنس كايا ها شائع أفراد جنس كايا بلا لا أفراد جنس كايا مساي سكانين يا وخيت والله جاءني رجلون لناو جنس الرجل كذكر من بني آدم جاوز حد الصغر وبلغ حد الكبر وجنسك يا خب لنا وشاينا وأفرادك يا أو أكري زيد بي بكر بي عمر بي بشر بي خالد بي زور كاسا قريتو همو تكتكي أفرادي فيها وقريتو حالبي دي أول شاي عيتر بربلاوة ونازاني مبس أزاني دانيك بلا نازاني كامي شاكا دي ديارة أواني وقتك آوان تعريف كردوتو أو هر راستو خوتي النكيره ابن حاجبش كمثلا مطلقي آوى تفسير كروتي ما دل على شائع في جنسه أم تعرف بنكيرة أخوة فاز معنى أوج مطلقي بنكيرة زانيو بويا كاني آي سكانينيا لازم لقس كيانو أويا كدال بر وحدة مطلق دلالة لسر وحدة شائعة به بويا أو مثلا وتيتي وزعم الآمودي وابن حاجب دلالته إن أخو نانو تم مثلا راسته أخو نانو تم مطلق دلالتك على سر وحدة شائعة هو الدال على الوحدة الشائعة هو النوتة وليتشن مثلا ما هنا أو بياوة آمودي دايناوة بالنكيرة في سياق الإثبات كأوج دال بالوحدة الشائعة يعني وقت النكيرة بيولا سياق إثباتها بيه لازمة كدلالة لسر وحدة الشائعة ببيه وابن الحاجب يشخوي وتوتي بالي ما دل على شائع في جنسه
لقسا كانوا لازم ديك كم مطلق دلالتي لسان وحدتي شايعه هي بويك يعني عربي بويا. وخرج الدال على شائع في نوعه نحو الرقبة مؤمنة شنو مقيدة وكات مسألة آخر ونيا لا سر وتدي بما دل على شائع في جنسه لا نوعه يعني لا في نوعه نقل نوعك يا شن كذا وانا جنس أيسا مثلا وافرسك إنسان إن حيوان جنسه نوع كاني مثلا إنسان فرس هر يكيق لو أنا بقيد وأيسا مثلا إنسان بقيدي هر حيوان ولا بقيدي ناطقك أبيت النوع فرس بقيدي ساهلك قرق بقيدي مثلا طماعك حيواني طماع مثلا ريوي بقيدي مكار حيواني مكار ووان ألبتا أو تقريبا تخمينية أنا لو أنا أو أنا وصفت أنا وقلا حق وابي بو إنسان عرز بي ولا خبت وقر بفصل لنا عرز يجبه هر إما فصل مميز ما نقرأ كاليرا هر شي جاي كاتو جا هنا عرز يجبه هاتو يعني خاصة يجبه هر رسم يجبه هر بي بالي كواتا يعني بو قرار أقر وابي جنس ويتا مطلقة كا دي أمر بالي نوع جويتا مقيدك يعني وخرج الدال على شائع يعني اتدال على شائع في النوع بيناوتري أوا بيناوتري مطلق كواتا الشائع في نوع كل رقبة مؤمنة نكيرية بمخرارة حالبي بلا مما يعني ابن حاجب وكو بلي أوا وكو يق مطلق نكيري وق يق نية بلاو باشا بلي هر وكو يق وابي بلايا وأمانة بلكو تقريبا وكو بلاي مطلقة كعام تربية يا نكيرة كعام تربية شون كان نكيرة كهم إطلاقة كريبة بس جنسة هم بس نوعة شون أما يساب وتر رقبة مؤمنة وتر نكيرة مخصصة ولا أجر هالرقبة كبيرة وتر نكيرة محس قال المصنف وعلى الفرق بين المطلق والنكيرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وبنا لسر أم فرقا يعني أم أويك أموتو معنا كم أسل مذهبي جمهور وابو كنك جمهور وتي المطلق الدال على الماهية بلا قيدين أقيدي لقلنا به ولأوان وتيان مثلا المطلق الدال على الوحدة الشائعة لقلنا كلا كرديان بياكي بلان ديارة بو أوي شارع بيانك كأسلوب فرق باشترا هتاوكو أسلوب اتحاد الله وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء يا وكذا الفقهاء يعني أسلوب منطقي كان وهلوها أسلوب أصولي كانش لسر أساسي فرق لبين مطلق ولبين نكرة شن نكرة دال بالوحدة شائعة بلا مطلق فقد لسر ماهيتك ببهج قيدك وكذا الفقهاء فقهاء جوايا حيث اختلفوا لتشيازان فقهاء وايا ولا لاختلافك وكهيانا بوم دركوي مثلا اختلاف يعني في من قال لامرأته كسي مثلا بجنكي وتوي إن كان حملك جنكي حاملة بيلا إن كان حملك ذكرا أجر من على كدنيرين بيا إسك كدنير بيا لدوايا لدايقمو فأنت طالق أو طلاق كوتوبي فكان ذكرين لدوايا دو بجي ذكري دو بجي كردواني مو بيه قيل لا تطلقوا قيل قال طلاقي ناكي نظرا للتنكير المشعري بالتوحيدي بنزل ولا أو تنكيريك مشعر بتوحيده يعني شنك إن كان حملك ذكرا نيوت الذكريني ديتا أو بو وحدة شايعية حال يعني أقر واحد به ذكرك واحد به مثلا تراخد كوت به شن دوانا شاك يقنية فتراخينا كبه وقيل تطلق قيل قلينا خي تراخيه كبه حملا على الجنسي حال بي بحمل بوسر جنسكية كواتت ما شاك أهاها أواني يعني فقهائش باشا فرق بين نكيران الدال بالوحدة الشائعة وفرق برماهية كم يعني حملا على الجنس يعني دال برماهية به باشا يعني مطلق بين نكيران به أجر إما مثلا ليوا ذكرا أعوام بلا بيكاتي وين ذكرا نكيران ليوا خو معرفانية معلومة بلام آية يا ما حسابي مطلقي بوبكين يا حسابي نكيري بوبكين إن بو معناي واقع بوني لناو عبارتها بمعناي لفزي مطلقي شر نكيري يعني أكري
هم شيئك واحد هم مطلق به وهم نكير اجبت او ثاني حالبي وباعتبار اموري لفظيه كواتا سالي وا احتمال يدن انا اقل ذكرا بمطلق داني او ترى حقيقه به شن بعد دواني شيبو به شن وتوتي او ماهيته يعني اقل حملي تو على ماهيته به طلع خد كوتي به وايا خو بقر واي وتو دي سدواني شبه لو ماهيته فرق شيك اها ولي اقل نكيره به كنكيره داله بر واحده وحده بر بلا وحده شايعه شاكا او ديال تلاقي ناكبي شن او بداني سوني خوارو ام دوانا ومن هنا هر آلي روايا يعلم ان اللفظ في المطلق والنكره واحد اها لفظك يعني هر عالم اختلاف بين فقهاء عالم مثلا درك ويكا لفظ لا مطلق شو النكره لفظك هر يكيكا وان الفرق بينهما بالاعتبار فرقك باعتبار آية ذكرا باعتبار وحدة شايعية يا باعتبار جنس حالبي إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا بارضا يعني أقر لفظك هل لفظك أقر هر أو لفظ دلالتك إلى الماهية ببي قيد اعتبار كريه أو مطلقة واسم جنسين اسم جنسي شبيرين أيضا كما تقدم أو مع قيد الوحدة الشايعة يا أقر لقل قيد وحدة الشايعة بي سمي نكرة بير النكرة والآمدي وابن الحاجبي ينكران الأول في مسمى المطلق من أمثلته الآتية ونحوها ويجعلانه الثانية أما ابن الحاجب آمدي وابن الحاجب إنكاري أولك أكل باشا أولك كبلين دلالتك إلى سر ما هي بلا قيدين ألين إما أو ما نهر نية لمسمى مطلقة يعني أو مسمى مطلق نية حالبي هم لمثال غير مطلقة أو مثال نكلا وبدوادين ولنحو أو مثال نجدة ويجعلانه الثانية ومطلقة كان بدو مكا يعني دال على الوحدة الشائعة قيد وحدة الشائعة إلى قرابه جاء كواتا فيدل عندهما يعني مطلق للاي أوان دلالتك على الوحدة الشائعة لسر وحدة الشائعة ولو عند غيرهما على الماهية بلا قيد أما لا غير أدوانا دال برماهية ببي قيد بلام لقل أوشا كدال برماهية ببي قيد بو وديهاتنا كي وحدة ضرورتها يعني. علي باشا باشا واكر ما نمتن دالك رسل ماهية خوتو وقت يجي جاءني الرجل خو ماهية نايا ولايتو يا قام الرجل خو ماهية قيام ناكا حالبي يجي كاكا أوا وكو قيدك ضروري وايا وكو چون مثلا شيريني بو هنوين زي هنوين اگا ناتوين لشيريني اگا جاكيتو اوش ديارة ناتوين جاكيتو والوحدة ضرورية وحدة حتما ضرورتي أشياء ببه شاكا بلام عليك عند طلب إيجاد الماهية لكاتي طلب إيجاد ماهيته مسايسة كان كابرا بلا اضرب ضربنك هنا مطلق أشياء تو ضربك بك جاء أو ماهية إيجادوي حالبي أين عيسى كان إما بمطلق بيجين مثلا مطلق شيا مطلق دالبر ماهيته او هيك ماهيتك اجيني وامانه نيازي بوحده جنيه لو كانت بلام لكاتي طلب ماهيته ان ايجاد طلب ماهيتك ماهيه شيخون ايجاد ناوي ابي لهنا وكو مثلا كبل كهنك بل مثلا او بيجي او مثلا دائره كم لا او دروسك عايزك دائره لا او دروسك شو دروسك الشبيكة تزرفك دائري باشا ليخشى الله داني تابع بياخ حالبي اين قتل بودروز نامي بلي اذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد شن او ماهية كطلب قريئها حرب مطلوبة قانديتي او حاشية لجركا نسيتي بو عالوي ورقرتوا اذ لا وجود للماهية المطلوبة يعني عند طلب ايجاد الماهية لا مطلقة لو كاتا واحدة زلولتي يعني. شن طلا وجود يقبو أو ماهية مطلوبة يعني بكم ثل واحدة ولو الأول موافق لكلام أهل العربية شاكا أما أولك أقر بيجين مثلا مطلق دال برماهية بلا قيد شاكا أو موافق أبو كلام أهل العربية وجني ولا ششكي لسكدها حاتي شكبو خواله وهو كون المطلق يدل على الوحدة الشائعة يعني أولك
بعضه ذاك هو أول كبو قيناك أوي جري قولي أولا يا جري قولي أولا بعضه والأول موافق لكلام العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد بحش كام أبو أولا كام شنك آيسا وأن الفرق بينهما بالاعتبار أن يعتبر في اللفظ دلالة على الماهية بلا قيد سمي متوسم الجنسين أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة جاب لمك والآمودي وابن الحاجب ينكران الأول أولا إنكارا لمسمى مطلقة من أمثلة ونحوية ويجعلانه الثانية فيدل عندهما على الوحدة الشائعة أها بس مطلق بلاي أوانو دلالة لسر وحدة الشائعة هي وعند غيرهما على الماهية بلا قيد أبو آماجد آري آري الآمنية فيدل عندهما آليو بيابي يعني أول دومك آلمك سبكلم عبارته مطلق لا أمان دلالة ها أول جار وحدة شائعة يوتا حالبي دوايا وعند غيرهما على الماهية بلا قيدين شاكا جا والأول كدالة بر وحدة شائعة أو موافقة بكلام أهل العرب وصرف نحو ونحو يكال أي باشا أقروايا موافق أوانب وبنالي النكيرة بيالي مطلق ولا والتسمية عليه بالمطلق يعني تسمية على الأول بمطلق كنا بديك مطلق لمقابلة المقيد لبرويك مقيد لبرابرها هاتوا وي واي بي ار حالبي يا تو اني مقيد خويني تو يعني او تقيدك عليه يعني قال نونانك بس هنا يا بس المطلق اي سميه اجي باشا اگر اولك كبريتيا دلالة بر وحدة الشائعة كهما النكيرة يا باشا أو موافق أهل عربية أي بونا وبردي أكيبا أو في ناري نكيرة في الله مطلق على والتسمية بالمطلق جاءوا عليه يعني والتسمية على الأولي باشا بالمطلق بمطلق ناو دي ريكين لمقابلة المقيد شنك لا برابر مقيدة قرأ لي قرتوها متواجبين أم جارة مصنف لتعريف كانوا عدولي كردو ولا لازم كي بوشي واي كردو ونبو توزيح من داوت من أويوا لما تنكا مصنف راي جياندوا قسكي بار آمودي ابن الحاجب نيا بل كو لازم يقسكي أنا يجيبوا أصل قسكينا ولازم كي ود يجيبوا عدول المصنف في النقل عن الآمودي وابن الحاجبي عما قاله من التعريف إلى لازمه السابقي ليبني عليه قوله وإن لم يتعرض للبناء شاكا ألي عدولي مصنف لنقل على آمودي ابن حاجب ولويك أو دون فر فرميان من التعريف لو تعريف كبو مطلق كرديان مصنف كعدولي كرب ولا لازمي قولك يان شاكا يعني بولاي لازمي أو شت بولاي لازم لو اشتوى كأوانو تويان هاي لازم يخولك يان كسابقا باس مانكر بو وايكر مصنف ليبني عليه تابينا بكا عليه لسر أو لازم يعني مصنف شاكا شي بينا بكا قوله قولك أي خوي كا أو قولي خويك لو دعا علي ومن ثم باشا ومن ثم قال الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي وإن لم يتعرض للبناء هرشان أوان مثلا تعرضيان ببناء نكربو وأن باسيا كان لبناء نكردو أو دون فرا شاكل كان بناء عن بناء كوا مصنفي كان دو أري أري متواجبين تأم قولي لسر أم قول بناء كان لسر وتكي أوان ومن ثم أي من هنا وهو ما زعماه أو أي كأوان زعميان بردوه لشي من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة أي من أجل ذلك قال أو دون فرا الأمر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئية من جزئياتها أو أمر بجزئية لجزئيات ضربك يعني أجر أمرك بماهيتك كرا أمر بجزئية لجزئيات أو ماهية ماهيتك كلية جزئياتها أمر بك لجزئية كاني أبو تاع يكشتم لبير شو بيولم أو هنانية يعني أو كأيما مطلق عوا تعبير كينو بلن دال بيلا سر ماهية وثمان أو لقل بوچوني منطقية كانوا أصولية كانوا فقهايشة أو مناسبة
فرق بين بين نكيره ولا بين مطلق حالبي بلام اميت ريان كان مطلق همان به كدال بروحه دي شايعه به وقت اللي قال نكيره هيك يقبن هو موافق اهلي عربيه متواجبين بله يعني بو ادبيات ام جرى من جزئيات كلر بي صوتين او عصا وكلر بشلاغ يا بعصا او غير ذلك بوشي بو ابي مثلا امر بماهيات امر بجزئيه قبل جزئياتي او ماهيتها والله لان المقصود الوجود جعل وعلتي علته اذاني شن خوي اما ومن ثمانيه اما علته بوشي علته بو اوكا نكيره دالبر وحدتي شايعيه كرة مطلق دال بروحدتش شن دال بروحدتي شايعية هر لبر أو أمر بمطلق ماهية أمر بجزئي باش بو أمر بماهية أمر بمطلق ماهية أمر بجزئي أخلي أن المقصود الوجود شن مقصود وجوده يعني أو يكواتو أمري بي أكي وجودي خارجية يعني أبي أوش تتحقق بياك خو معلومة ولا وجود للماهية وجودك بماهية نية دي أبي لازمني وإنما توجد جزئياتها أو هي كموجودة إلى خارجها جزئيات ما هي تكيا فس فيكون الأمر بها أمرا بجزئي لهما فس أمر بما هي تكا أبيت أمر بجزئيك بو أو ما هي أما قصي أوان وحالبي أوان أسر بناكر قال ما يخوى السلاحة الثرمو بيتيان هل يعني لقصتان لازمة لازمة لقصتان أو بناي لسر حالك رنقة وتبيتيش يعني بلان دياره لبروي الله ولازم يقسكي أنا وليس قولهما ذلك بشيء بلان أمقسي أوانا زوري أرزش نية حال بيبلا بكار بيجي ولا ماهية لخارجها موجود نية نخير أقر جزئية كآخر نية جزئي هميشة كلي جزئي كلا جزئي آخر جزء وكل فرق يعني جزء وجزئي هروها كلي وكل فرق يعني لا تماشاكا عايز حيوان انسان جزئيه بو حيوان حيوانك جزئيك لا جزئيك اي خوي شنو جزئيك كانسان حيوان ناطق حيوانك جزئيك لو اگر قرار به ماهيتك هر كامي يقول بس امنك ريا بلر يقلر الرونا دي او ما او لرب جزئيه اغنيه لا جزئياتك دي ماهيتك جزئيك لو خو كلات وني ببي جزء تحقق بياك حاضر بلا بس كواتا بله اوتمان بشيء وليس قولهما ذلك بشيء بو سكان جنيه لوجود الماهيه بوجود جزئيها شنك ماهيه بوجود جزئيك وجودها حالبي بو لانها جزء شنك ماهيه جزئك لا جزئيك اي خوي خو معلوم شو جزء الموجود موجود جزئي موجود مش موجود ولا وجود للماهيه يقصد رسمها أغرد يكاتوا يعني حتى عند خارجي شاب أول ثاني أول آخر نية شتيك وهي قريك وهي لمنطقة لحاشي عبد الله يزياء وباساكا يجي والحق أن وجود الطبيعي طبيعي همان مطلقة همان ماهية بوجود أفراده شتيك أوايا شاكا يعني ماهية لخارجها موجودة لقل شي موجودة لقال جزئياتك موجودة جام موجود بونك أويا شنك هر ماهيتي جزء بو جزئياتك خوي إيسا خوي جزئياتك موجودة لخارجة دي خوي أو جزئيات كل كل ببي جزئك أتواني موجود به فاز ماهيتك لقال حالبي ديار أو خسيشة هيا لسروك علين أو إلى خارجة أي بيني أسا ماهية دنيا فرديك الأفراد أو ماهيت قال أولا بيش وجود جزئي اتفاق يعني كما هي الوجودية أري ما هي اللي خارجانية جالك جزئية كا وجودية ولي إيه ما علين شي أوان علين ما هي ده الوجودية اللي خارجة إيه مش علين ما هي بوجود أفرادك وجودي هي أو فرق كما نوية قال زائر سبيل من حادث جوان جو يعني تقريبا ما هي تواقع عنك الجزئي شبه تشتار معلومية ما هي دقاء هي نعم أزاني شو أنا أو للروانجي إدراك بحواسه أي نا وزور معقولة كحمو لسنو متفق كما هي جزء بو جزئية كي خوي حالبي
هیچ جزئیک قابلی تحقق نیه ببیه همو اجزاکی ببیه همو اجزاکی لقلبه که جزئکی همان هینکه همان ماهیته همان کلیکه از ببیه ببیه وقیل امر بكل جزئی علی کاکا اگر نیه کابراوتی اضریب او امر نقبه یک جزئی به همو جزئیک لها بو او ماهیته بو لإشعار عدم التقييد بالتعميم شنو هي الكلمه اللي اضرب يتناول مثلا بصوتين او عصا هيك نوته او عدم تقييدك مش علبه تعميمه اما هو وقيل لنا اذن فيه ماشي اذن درياغ في كل جزئي او فيه هيك ابو كل جزئي في كل جزئي ان يفعل نق امر بي بي حال بلا جا چون اذنی هي هر کامی که امکابی که باشه و یخرج عن العهدتی و لعهده دیت درو بواحدین با انجام دانه که یعنی که انما امتثالی امرکی کردو اگه دانه که یعنی انجام ده آخره لتا قولی اول هر تو اولک قطعه مولا سراحتا اولا بله بله یک دانه ان انجام شنو تیتی اضریب علی بله اذنی هي بو هر کامی که انجامی با حال بین اگر دانی کشان انجام با یک واحد لعهده دیت داره کارکی انجام داره او کفاره که بالا سی جزیب ادامه ببینیم بس من بس باش موفق زور جانبی ها اوسا اون فوق مقیده قبل کریم دیدانی جانیه